وروى الطبري في تاريخه بإسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى المقبرة فقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وعما قليل بكم لاحقون. وروى ابن عساكر في تاريخه عن علي رضي الله عنه أنه انصرف إلى المقابر فقال: يا أهل القبور، يا أهل الضيق والوحدة، يا أهل الظلمة والوحشة، أما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما النساء فقد نكحت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما إنهم لو أذن لهم في الكلام لقالوا: إن خير الزاد التقوى.